السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. طالبت الأمينة العامة لاتحاد العمال الموريتانيين خديجة جالو بالتعجيل بالمقررات المطبقة للتمثيلية النقابية وإجراء انتخابات مباشرة وشفافة تفرز من يحق له تمثيل العمال. ودعت خديجة جالو إلى الوقوف صفا واحدا من أجل بناء مستقبل أفضل للشغيلة الموريتانية وتوفير الظروف الملائمة للتنمية، كما دعت إلى التعاطي المسؤول مع القضايا الوطنية والمطالب العمالية. دعا الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله والمحمد الملقب نهاه إلى فتح مفاوضات مع نقابات العمال وأرباب العمل من أجل التوصل إلى حلول تسمح بتجاوز الأوضاع الحالية. وقال الكونفدرالية رفعت شكوى رسمية إلى المكتب الدولي للشغل ضد قرار الحكومة بشأن عمال شركة بيزورنو. دعا الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري والبي إلى إيجاد حل للبطالة التي قال إنها منتشرة في صفوف الشباب الموريتاني. وطالب والبي خلال كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للشغل بإيجاد فرص عمل دائمة لليد العاملة الموريتانية وإعادة النظر في الأجور ورفعها لتتناسب مع زيادات المواد الأساسية. طالب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد والسالك بإشراك المنظمات النقابية في تسيير شؤون البلد من خلال ترقية حقيقية للحوار الاجتماعي. ودعا والسالك إلى تنظيم تمثيلية نقابية موضوعية وجدية، كما طالب بالسهر على الالتزام بأحكام التشريعات الوطنية والدولية. قال رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح الحنان إن المنتدى يرفض ما سماه فساد التعليم وضياع الحالة المدنية وغلاء المعيشة في مدينة كيهيدي. ودعا الحنان خلال مهرجان نظمه المنتدى بالمدينة إلى النضال السلمي من أجل القضاء على ما وصفه التهميش والغبن. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.